وللحديث عن زيادة وتيرة الفساد الحكومي في العراق ووجود دور للقضاء يصفه المراقبون بالمتخاذل، ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الكاتب والباحث العراقي حسين الشمري. أهلا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، مرحبا لكم، تحياتي ولجميع مشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ حسين. يعني بحسب النائب السابق رحيم الدراجي، فإن أحد الوزراء الحاليين تلقى رشوة بمبلغ 6 ملايين دولار وعشرة سيارات. يعني هذه التصريحات ربما تعد بلاغا للرأي العام، فلماذا لا يتحرك القضاء في مثل هذه البلاغات؟ نعم، الحقيقة هذا ليس الاعتراف الأول، يعني الاعترافات كثيرة. يعني النائبة حنان الفتلاوي أشارت وبملء الفم قالت تقاسمنا الكعكة، والنائب مشعان الجبوري اعترف أكثر من مرة بأنه تلقى رشا. فكل هذه الاعترافات وكل هذه الأدلة الدامغة كان ينبغي على الادعاء العام أن يتقدم بشكوى إلى القضاء ومحاسبة هؤلاء، لأن الاعتراف في القوانين هو سيد الأدلة، يعني هذا بعد لا يحتاج إلى شيء. ولكن يا سيدي الكريم، إحنا في العراق وضعنا عجيب وغريب. يعني تصور تحدث جرائم وتحدث كذا وتحدث انتهاكات، ومنها هروب السجناء من سجن أبو غريب، وتعرف هاي الأمور والملابسات. إذا صارت مشكلة تسارع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيقية. المئات من اللجان التحقيقية التي شكلت أين قراراتها؟ هل اطلع عليها القضاء؟ هل اطلع عليها الرأي العام؟ أم أنها طمست؟ يعني كذا، هذا عند أهلنا مثل سابق يقول قيل لللص قيل للحرامي احلف قال جاءني الفرج. فالقضاء مشلول، وهو هذا السبب اللي صار. السبب اللي صار يعني هناك قوى أو ما يسمى بالحكومة العميقة أقوى من السلطات الثلاث، يعني لديها نفوذ ولديها سلاح منفلت ولديها يعني أتباع أشبه بالمخدرين في الشارع. فهذه أمور كثيرة. يعني إذن نعم أستاذ، يعني أستاذ حسين، إذن يعني هل ترى أن القضاء في العراق فعلا هو قضاء مسيس ومحكوم بالمحاصصة التي قد تغلب على إنفاذ القانون؟ أكيد أكيد القضاء مسيس، وطبعا لا يمكن أن نعمم هذه الحالة. فأنا أعرف، يعني أرتبط بعلاقات مع قضاة. الحقيقة هؤلاء القضاة نزيهون، ولكن المشكلة أين؟ يعني حكى لي أحد القضاة يوما أنه عرضت عليه قضية مخدرات، واحد يشتغل بالمخدرات، يقول جاءتني ضغوط من جهات مختلفة، خفف وإحنا مستعدين نسحب المادة المضبوطة ونخلي مكانها بودر، وبالتالي تكون دليل غير كافي. يقول فرفضت. يقول حينما رفضت هذا العرض، يعني هذا التهديد والمبلغ الكبير، قالوا إذن حياتك وحياة عائلتك بدينا. فالقضية هي يجب معالجة أمور كثيرة. هناك يعني ترهيب للقضاة إذن؟ نعم نعم، يعني هناك أما مال وأما الترهيب. يعني هذا النوع يعني النزيه اللي فعلا هو مخلص للقضاء، واللي احنا ممكن نعول عليهم هذه نخبة من القضاة. ولكن يعني تتحسك يعني جرائم كبيرة جدا في زمن رئيس مجلس القضاء الآلاء مدحت المحمود، يعني حكمت عليهم المحاكم بالدليل وبالحكم وأخرج عنهم. هناك ضغوط إذا على القضاء، والقضاء يعني رأس القضاء مسيس. في هذه لا تحتاج إلى شيء جديد، يعني الناس تتحدث به، هذا واقع. في ذات السياق أستاذ حسين، يعني عدم محاسبة المالكي رغم التسريبات التي يعني سربت عنه، يمكن أن تندرج هذه أو يندرج عدم محاسبته تحت حالة التسييس أيضا التي تحكم العراق؟ طبعا طبعا، يعني هو يعني هسه لما في السياقات العسكرية، يعني لما تسقط ثلاث محافظات تشكل ثلث مساحة العراق،
بيد عصابات داعش، والأسلحة اللي موجودة والقوة اللي موجودة كانت هائلة، وتقدر يعني الأسلحة اللي خذتها داعش مقدار تقريبا أكثر من 20 مليار دولار. يعني هذه فقط، يعني القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يحاسب، يسأل لماذا حصل هذا، لماذا احتلت هذه المحافظات، لماذا قتل الناس، لماذا هذه الدماء. ما يعني لا يعني أنت تتحدث يعني مع قضاء أصم. هذا الشيء طبعا احنا هم يعني هو القضاء لما يعجز، يعني هي ثلاث، هي يعني في اي مجتمع دعامتان اذا فسدتها فسد المجتمع، هي التعليم والقضاء. والكل الان يعرف المستوى الذي وصل اليه التعليم والقضاء في العراق، وهذا جواب لكل المشاكل اللي تحصل في المجتمع العراقي. نعم، اذا كنت ضيفا عبر الهاتف من البصرة الكاتب والباحث العراقي حسين الشمري، شكرا جزيلا لك.